السلام عليكم ورحمة الله. أنا الدكتور إياد أبو ورد، استشاري أمراض الكلى وضغط الدم، حاصل على البورد الأسباني في أمراض الكلى وحاصل على الماجستير في العلاج التداخلي لمرضى الكلى. إننا في المستشفى الإماراتي التخصصي ليس فقط نقوم بعرض العلاج فقط لمرضى الكلى، وإنما نعرض على مرضانا برنامج كامل للوقاية من حدوث أمراض الكلى. يجب أن نعلم أن أمراض الكلى في ازدياد، وذلك بسبب ازدياد عدد الأمراض المزمنة مثل أمراض ضغط الدم ومرض السكري، والذي بدوره يقوم بإحداث خلل في وظائف الكلى وإتلاف الكلى على مرور الزمن، وذلك قد يؤدي في معظم الأحيان إلى حدوث الفشل الكلوي، والذي بدوره يجعل المريض يحتاج إلى علاج بديل مثل غسيل الكلى أو حتى الوصول إلى زراعة الكلى. أمراض الكلى لا تؤثر فقط على حياة المريض، وإنما تؤثر على حياة كل من يحيط بالمريض مثل العائلة والأصدقاء والأقارب. ولذلك إننا في المستشفى الإماراتي التخصصي نؤمن بأنه يجب الحد من انتشار الفشل الكلوي، الحد من انتشار أمراض الكلى، واتباع برنامج وقاية مبكر وكشف مبكر عن أمراض الكلى لكي نستطيع علاج هذه الأمراض منذ بدايتها. وبالتالي فإننا نعرض على مرضانا ليس فقط كما قلت برنامج الكشف المبكر عن أمراض الكلى، وإنما جميع العلاجات المتوفرة لدينا والتي تتعلق بأمراض الكلى مثل علاج ضغط الدم، علاج مرضى السكري، علاج أمراض الكلى الأولية، والعلاجات المتعلقة بغسيل الكلى والعلاج البديلي مثل الغسيل البريتوني والغسيل الدموي، أيضا متابعة أمراض زراعة الكلى، بالإضافة إلى تحضير مرضى الكلى إلى ما قبل الغسيل مثل عمليات الناسور الشرياني الوريدي والقسطرة المتعلقة بغسيل الكلى.